أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. وبيتميز شهر رمضان المبارك بأعماله التلفزيونية المتنوعة بين مسلسلات وبرامج مختلفة بتجذب مشاهدها الجمهور بمختلف شرائحه وأعماره. تعددت البرامج التلفزيونية هذا الموسم، قوبل بعضها بترحيب من الجمهور، بينما واجه البعض الآخر هجوما شرسا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لما تحوي هذه البرامج من مشاهد تحرض على السخرية من الآخر أو التنمر، مؤكدين أن هذه النوعية من البرامج قد تعزز ظاهرة التنمر في المجتمع. هل هذه البرامج فعلا بتعزز هذه الظاهرة؟ معنا أستاذ علم النفس السلوكي الدكتورة رحاب العوضي، دايما ضفتنا في البرنامج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. عاملة ايه في رمضان؟ كله الحمد تمام الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين والعالم كله بخير يا رب. اهلا وسهلا. بداية، هل شايفة، طبعا كلنا بنتابع وبنشوف، يعني هل شايفة فعلا ان احنا عندنا نسبة كبيرة من البرامج بتعزز فعلا ظاهرة التنمر او التهكم على الاخر؟ خليني اكون صريحة قوي، هو انا مش من المتابعين الجيدين اثناء رمضان للبرامج كلها، بس الفكرة متكررة. بس طبعا يعني أتابع طبعا، لأن بعض البرامج بتبقى ملفتة قوي للانتباه، فبتلاقي ناس كتير اتكلمت عليها، فمن باب برضو أن الواحد يبقى مطلع، شايف إيه، مطلع، بيبص عليها ويشوف إيه ده. فالبرامج والأفكار التنمر حتى من قبل أن تطلق حملة التنمر والوزارات تطلقها في مصر والجهات المعنية، هي برامج قلنا كذا مرة هي بتسيء، بتعزز العدوان، بتعزز السخرية، بتعزز حاجات كتير، تضيع الوقت، ومع ذلك متكررة كل سنة نقول نفس الكلام، وترجع السنة اللي وراها جديدة بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بشكل غير مفيد يعني للأسف الشديد. للأسف طبعا بتعزز هذه البرامج، بتعزز فكرة التنمر، السخرية من الآخر، والأكثر من كده بتعمل عملية تعود على القبح. صحيح. الأسوأ صحيح. من أن الإنسان يشوف القبح أنه يتعود عليه. تعود عليه خلاص. فإحنا لما نتعود على القبح خلاص، طيب بعد تعود القبح بقى ده نفسيا بيعمل إيه؟ يعني إيه الترتيب؟ بيميت عند الإنسان مشاعر كتيرة، بيميت عنده مشاعر الحب للغير، الاهتمام بالغير، الانتماء للوطن، الحفاظ على نفسه، على شغله، على بيميت عنده مشاعر كتيرة قوي بسبب التعود على القبح. فأنا بالتالي أنا بقول ده برنامج وبهزر وسخرية وبنقضي وقت لطيف، لا ده مش برنامج ومش سخرية ومش وقت لطيف، لأن التبعات بتاعة البرنامج أسوأ بكتير من إن هي مجرد مشاهدة وتمر، لأن مش كل الناس عندها نفس الفكر اللي يقدر يميز بين الصح وبين الغلط، وبين إن ده شيء مرفوض غير مقبول لا مجتمعيا ولا إنسانيا ولا دينيا. وفي ناس بتقلد وخلاص، وخاصة في السن الصغير، في سن الشباب. صحيح. لأن هو البرامج دي للأسف بتظهر إن المقدم البرنامج أو برضو بعض المسلسلات اللي بتسيء إن هو ظريف ولطيف، يعني فاني اللي هو احنا بنسميها الشاب الروش، هو بالنسبة له هو روش. طب أنا ما أنا أفهم ابني إزاي؟ ما هو أنا قاعدة أنا وولادي من اتفرج، مش هقدر امنعهم، اكيد مش هقدر امنعهم 100%. افهمهم ازاي؟ حاولت وعايزه افهمه انه يا حبيبي ده مش العادي او ده مش الطبيعي او انه ده لا، اقول له ايه؟ لانه يعني مش عارفه، ما هو بيتعمل قدامه، هقول له ايه؟ فاهم؟ لا، ما هقول لحضرتك حاجه. اولا دلوقتي احنا عندنا ما اعرفش كام قناه، بس اعتقد ما لا يقل عن 5000 قناه مثلا يعني، فاهم؟ انا ما عنديش الرقم تحديدا. ففكره ان انا اجيب برنامج معين واقول اصل ابني مش قادر، لا، هنا الغلط، لان انا لازم اعلم ولادي يميزوا، والا بقى هتبقى العمليه بعد كده هيتعود، يعني مش عارف يميز، هيقول اجرب كل حاجه واتفرج على كل حاجه، والام والاب مش هيقدروا يمشوا على ابنهم كلمه في كل حاجه. لا، ليا هنا دور، لازم يكون ليا دور حاسم، ودور اخلي ابني اربيه واعلمه انه يعني يحصل له نوع من انواع ايه اللي انتوا يعني مش ان انا بمنعه، لا، هو من نفسه كده يحصل له نوع من انواع اشمئزاز. ايه ده لا، مش ممكن، انا مش هضيع وقتي واتفرج على حاجه زي كده. صحيح. انا يعني انا عايزين نوصل يعني الاباء والامهات ان هم يربوا اولادهم ان هو الابن نفسه يشمئز من هذا السلوك. مش افرجه عليه ويقول لك اصل هو مشى يعني كلمته عليا، لا، مفيش حاجه اسمها مشى كلمته. امال انا دوري كام او كاب ايه؟ هيمشي كلمته بعد كده في التدخين، هيمشي كلمته في مش عايز يتعلم، عايز يروح يتعلم وهو كده يعني. فطبعا ده صحيح. اصل انا هقعد اذاكر واتعب نفسي وفي الاخر الكلام ده هو اللي بيجيب فلوس، والكلام ده هو اللي بيجيب كده. يبقى انا دلوقتي لا، طبعا لازم الام والاب يكون لهم مواقف حاسمه وتجاهل للبرامج دي المعينه دي، تجاهل. لكن انت الام والاب جايبينه يقول لك اصل انا اتفرج عليه، وبعد كده تقول له ايه
يعني ايه الحاجات الوحشه اللي انتوا، طب ما انتوا جايبينه، لا انتوا ليه بتشاهدوه اصلا؟ ليه عامل ليه طب معلش عرضتوه؟ دكتور برضو، ما هو ليه بتشاهدوه اصلا؟ طب ما انا برضو ممكن اسال سؤال، انه طب هو ليه الاعلام بيعرض حاجات زي دي اصلا؟ الاعلام بيحارب ظاهره التنمر والسوشيال ميديا وناس عايزه فنانين وبيطلعوا يحاربوا، طب هل هو بيحارب الحاجه اللي هو لا لا بيقدمها؟ لا، عايزه اقول يعني لحضرتك دي حاجه، تتفسر بايه؟ للاسف مفيش اخلاص، يعني لا يوجد اخلاص للوطن، لان الناس فاكره ان ايه يعني ما تتريق، لا ما تتريق، انت بتخرج جيل زي ما قلنا ولا عنده مسؤوليه ولا عنده اهتمام، ميته بداخله قيم مجتمعيه وانسانيه كتير جدا، وبالتالي مش يعني هو الوطن ايه غير اشخاص يعني مترابطه مع بعضها وبيقدموا خدمات للبعض، فبالتالي الوطن مستقر. الناس حملات التنمر اللي اطلقتها وزاره التربيه والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجالس المتخصصه، فين انتوا من البرامج دي؟ فين انتوا؟ هو انا دلوقتي عمال اقول كلام بلا محتوى؟ لا، هو يعني انا وجهة نظري هو كلام بلا محتوى، اللي هم بقى اللي بيعملوه الجهات المعنية، ان هو شيء انا بملى بيه ورق، انا باخد بيه برامج، انا باخد اسمي عملت، اسمي عملت بالظبط، اسمي عملت، لكن لو انا فعلا كجهة مختصة مهتمة فعلا بتربية النشء، بتربية الصغار، بان انا ازرع فيهم خلق قويم، بان انا ازرع فيهم احترام الاخر، لو هوصل لرفع قضايا، لو هتوصل لان انا اجرم هذا، لو هتوصل اصل احنا ما عندناش قوانين يا دكتور لا بتجرم التنمر. موجود، لا التنمر بيدخل تقريبا تحت السب والقذف، ولكن التنمر اللي هو السخريه من الاخر، يعني ايه بعض الفنانين اللي له طريقه نطق معينه، مع احترامي الكامل طبعا يعني، وان كانوا يعني انا بعتذر لهم بالنيابه عن الناس اللي اساءت اليهم، ازاي اتريق عليه واضحك؟ وبعدين طب ما انا بعد كده الطفل هيتريق على زميله اللي نطقه تقيل في المدرسه، وهتيجي تتكلم، طب انت ازاي؟ واحنا قلنا قبل كده 100 مره يعني ان الاعلام بيوصل اسرع، المعلومه بتاعته بتوصل اسرع من المدرسه، بتوصل اسرع، لان هي معلومه مصغره بشكل انت بتعمل الشيء وضده ازاي؟ يعني ازاي بتعمل حملات صحيح. كتير ضد المخدرات والتدخين، وطول شهر رمضان البطل بيدخن وبيشرب مخدرات وبيستمتع بهذه اللحظات، ليه بتعمل الشيء وضده؟ ليه كل واحد فينا عامل زي بحار على سفينه، كل بحار عايز يمشي 10 15 بحار، كل بحار يقول لك لا انا همشي من هنا وده يمشي من هنا، وكله طب ما خلينا عكس برضو القائد نتكلم يعني لو بمنطق الفلوس، او بمنطق ان اللي للاسف بيجيب كسب مادي او ربح مادي، لو حضرتك عايزه نجسد فكره انه يعني ماشي في برامج مقالب و و و بتعزز التنمر، لو انا عايزه اعمل حاجه قصادها بتحارب التنمر وتجذب الناس وتحقق كسب مادي، لان هو ده المعيار دلوقتي، ما هو عشان اعملها جذابه اعملها ازاي؟ لا، ما هو مش كل حاجه لازم اقول هكسب فلوس وهكسب ايه وهعمل ايه، مش لازم يعني، مش لازم في حاجات انسانيه كده، مش لازم اقول انا هكسب كام، ما هو للأسف. والا لو كل ام تقول لك انا هربي ولادي هكسب كام يعني لا مش للدرجات يا دكتور، ما هو لو المقياس اخد، لا لو اخدنا مقياس الماده يبقى كل حاجه بكام، وده يساوي ايه وده ازاي، وده احد الهجمات اللي افسدت اخلاق الناس. صحيح. اللي كل حاجه صحيح. الفلوس، اللي كل حاجه يبقى عندي عربيه اغلى من تاني، ربت في نفوس الناس الحقد والغيره وكراهيه الخير البعض، لما حطينا الفلوس درجة واحد في كل حاجة. دلوقتي احنا هل التنمر، حتى كلمة تنمر كنت انا برضو في احد البرامج بقول يا جماعة ما حدش فاهم يعني ايه كلمة تنمر، يعني بعض الطبقات والفئات مش فاهمة، يعني طالع الفنان يقول لك لا للتنمر، طب انا لو واحدة في طبقة عشوائية ما اتعلمتش يعني ايه تنمر حضرتك؟ طب ما تقول لنا سريعا كده يا دكتور قبل ما سخرية، السخرية من الآخر، التقليل من شأن الآخر، التركيز على عيب خلقي، ولازم بس نركز على تنمر على يعني خلقي أو بالشكل أو في الدراسة، يعني دلوقتي ما في بعض الناس اللي بتعمل فيديوهات اللي هي معرفش دول دماغهم إيه بالظبط، اللي هي ممكن فيها نوع من أنواع مش عارفة بيسموها إيه، يعني هما مش طبيعيين. ايوه عارفه، انا مش عارفه اسمها لاني ما بعملهاش يعني الحقيقه، بس دول ناس مش طبيعيه طبيعي والله حقيقي، ده ما تجيش تقولي اصل ده، لما تيجي تنتقده ما تقوليش ده تنمر، لا التنمر ايه؟ اخلي واحد بشرته سودة اقول له انت اسود، واحده بنت وزنها زايد، انا هنا بشرح بقى اكتر، السخريه من عيب خلقي، ان انا اسخر من ظرف اجتماعي عند الناس، إن المدرسه في المدرسه تميز ما بين الطالب اللي هو ابن صاحبتها يعني والتاني، ده كل ده يقع تحت
تحت بند التنمر، ولكن حتى لما اطلقوا حملة التنمر ما وضحوهاش للناس، ما شرحوهاش للاطفال، وعشان كده بنرجع نلاقي برضو اطفال بتشتكي واطفال بتزعل. احنا التنمر او السخرية من الاخر، او لو انا عايز ازرع الحب والاخلاص والوفاء من اولى حضانة، انا بعلمهم ان الفصل ده اسرة ولازم تحبوا بعض ولازم تتعاونوا، لازم اعملهم تاسك يعني يجتمعوا فيه مع بعض. للاسف يعني كلام حضرتك جميل طبعا وما تشبهش منه فعلا، يعني بنتمنى ان ده يعزز اعلاميا، واحنا بنحاول يعني اعلاميا ودينيا وفنيا ودراميا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتورة رحاب العوضي استاذ السلوك النفسي طبعا، شكرا جزيلا والتربوي، شكرا لك يا دكتور رحاب.